توقع برج القوس ليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، مش هيمانع النهاردة انك تقع في المشاكل لو كان الموضوع بيستحقنا. النهاردة هيبقى عندك درس حلو جدا في حياتك، هتبقى عارف تحافظ على التوازن وهتعرف تستمر في انك تتقدم اكتر. هتدعوك كل الجوانب الكوكبية عشان تتقدم اكتر وتواجه كل عدم اليقين. انت النهاردة هتبتدي تزرع الشك في عقلك، لكن هتفتكر ان كل سؤال هو خطوة نحو حكمة جريئة اكتر وتستكشف بيها افكار جديدة. خلي عقلك دايما مفتوح. على صعيدك الرومانسي هتبقى بتتسبب تربع القمر للمريخ في انه يحصل شوية اضطرابات. هتفتكر ان برجك النهاردة في قطار للحب، يبقى مثير جدا. هتنشب شوية جدالات لكن هتستغلها عشان تقوي بيها رابطك ما بينك وبين حبيبك. مشاعرك هتستمتع بيها وهتفهمها. الحب هيبقى بيدور حول ازاي تتعلم وتتغلب على كل العاصفة اللي ممكن تبقى بتواجهك. في الشغل ممكن يجيب ليك القمر ترين مع اورانوس يلهمك بشكل مفاجئ في الوقت ده.